بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة فيديو جديد وبسيط جدا إن شاء الله، وهو فكرة من الأفكار يعني اللي قليل من الناس بيعملها، خصوصا لما يكون على ديكور زي القطيفة. فطبعا احنا النهاردة هنعمل ديكور القطيفة على الجدار ده، والجدار ده نفس الجدار اللي احنا نفذناه في الفيديو اللي فات، فيديو المربعات. طبعا زي ما انتم عارفين دهان القطيفة هو دهان ديكوري فيه لمعة الميتاليك، دهان الديكوري اللؤلؤي، تمام. بيحتاج ان احنا ندهن تحتيه وش بلاستيك مطفي، يعني صباغه مائيه غير لامعه، وش بلاستيك زي ما احنا بنقول في مصر، وش بلاستيك مط بنفس لون القطيفه. طبعا اللون اللي معانا ده لون كشمير، احنا هندهننا وش مط وبندهن وش قطيفه بالفرشه زي ما انتم شايفين كده، بنظام احنا بنسميه نظام اكسات. طبعا حضرتك تقدر تدهن الوش الاولاني من القطيفه بالروله وبعدين تقطع عليه الوش الثاني. الوش الاولاني بيخلص زي ما انتم شايفين انا بعمله بالفرشه كده، وبعد ما بيخلص ان شاء الله وبينشف ببتدي اعمل الوش التاني. طبعا كده الوش الاولاني نشف اهو، وادي اللون بعد ما غمقته. هنبتدي ايه، نفرد القطيفة على الحيطة، بس في المرة دي في المرحلة دي هنرمي على الحيطة قطيفة، يعني مش هنشتغل كده زي ما احنا بنقول على القاسي، لا يعني بنرمي، طب نعمل طبقة من القطيفة على الحيطة، طبقة مش كبيرة اوي ولا بسيطة، يعني طبقة متوسطة، يعني بنرمي بالفرشة كده شوية. وبنبتدي بعد ما بنرمي القطيفة على الحيطة بنبتدي نعملها بالمالج، نكويها بالمالج البلاستيك أو البرو البلاستيك زي ما بنقول، تمام. كده خلصت، هبتدي بقى أجيب البرو البلاستيك وأكوي بيها القطيفة. طبعا نفس المشهد اللي انتوا شايفينه ده أنا نفذته في الفيديو اللي فات، ولكن عشان خاطر أنا شغال نفس اللون فاختصارا للشغل يعني انا اخدت المقطع من الفيديو اللي فات وحطيته في الايه في الفيديو ده، ولكن هيختلف معانا الديكور ان شاء الله اللي احنا نشتغل عليه. طيب بعد كده بجيب المتر، انا ارتفاع الحيطه عندي 90 وعرضها 50، بقسم الارتفاع بتاعي على 15 سنتي، فبالتالي باخد 15 وبعد ال 15 30 60 90، باخد علامات في الجنب كده وبوصلها ببعضيها، انا مش محتاج اكتر من كده. بعد كده بجيب الخيط او الحبل، ده حبل تخين كويس زي حبل الغسيل كده، بس ايه، بس قماش يعني خيط، وبفرد الحبل كده على الحيطة، وبجيب المسدس ومعايا البوية بتاعتي، بوية دوكو يعني من الصباغة النارية، وبظلل بيها، بخلي الحبل وبظلل فوق الحبل، تمام. بعمل ايه، ظل فوق الحبل بحيث ان انا بعد ما اشيل الحبل يبان معايا فاصل بسيط بلون الحيطه، يعني ما يبانش ايه، ما يكونش جه عليه الظل او الصبغه او البويه اللي انا برش بيها. ودلوقتي هنشوف، دلوقتي اهو ظهر قدامي دلوقتي الفاصل اللي بتكلم عليه، واداني شكل اسطواني، يعني شكل الديكور بتاعي بقى شكله اسطواني. بنمشي بيه على نفس الخطوه دي لحد ما نخلص الفيديو بتاعنا كله باذن الله. زي ما انتم شايفين كده، طبعا قافل الهواء بتاع المسدس وقافل البوهيه، وبطلع يا دوبك غبره خفيفه جدا جدا، يعني مش بدوس على المسدس وبطلع بوهيه كتير، لا يا دوبك تعفيره بسيطه كده بس على الحبل. طبعا الظل بتاعي بيبقى من جنب الحبل، بيبقى خفيف تقيل، ولما بطلع بظلل فوق شويه بيبقى ايه على خفيف، بحيث انه ما يبانش كده يعني البويه مرشوشه كده ايه محدده، ما تبانش محدده، لا تبان كده على ما فيش زي ما بنقول احنا في الصنعه، بنرش على ما فيش، على خفيف يعني، تمام كده. ابتدي بقى ايه اكمل الديكور بتاعي، ودي اخر مرحله في الجنب اهي. طبعا بعد ما نخلص اخر خط ده، لو عندك كورنيشة زي اللي فوق دي مثلا ولا حاجة، بتجيب برضو لزق وتلزق عليها وبتكمل الخط اللي فوق، يعني بحط لزق على الكورنيشة وتظلل من تحت الكورنيشة بحيث ان الشكل يكمل معاك. وبرضو بتعمل كده لما يكون في وزرة او بتعمل فوق الوزرة، تمام. طبعا الجنب ده ينفع خلفية سرير مثلا، خلفية شاشة تلفزيون، في اماكن كتير تقدر تعمله في البيت. اتمنى يا رب لو الفيديو عجب حضراتكم ما تنسوش تشتركوا في القناه عندنا وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم منا كل جديد. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوكم غريب محمد.